علينا صحيح؟ هتعمل اللي انت عملتيه ده يا شهيرة؟ كمال طعيمة؟ كمال طعيمة يا شهيرة وانت معاكي ضية؟ في واحدة عاقلة تاكل فجل وهي معاها عجل، كان فين عقلك؟ موضوع كمال طعيمة ده وهم، مجرد موقف واتفهم غلط. لا يا شيخ، انت فاكرة انك بتكلمي واحد هندي يا شهيرة؟ انا عبيد، عبيد يا شهيرة. وعايز ايه دلوقتي يا سي عبيد؟ عاوز البضاعة اللي اتسرقت من الشركة يا ست شهيرة. وانا مالي؟ ماليش دعوة بالشركة، تتحرق الشركة باللي فيها. سبحان الله، كأنك عارفة السرقة وعندك خبر بيها. لما شفتك يعني اتخضيتي ولا انفعلتي ولا قلتي يا لهوي معقولة ولا الشوية دول؟ انت جاي تتهمني بحاجة يا عبيد؟ لا بالعكس، لا انا جايب لك حاجة معايا. صروف الشهر الخاص بيكي دي يا فرحات بعتولك، سحب فلوس مخصوص البنك عشانك، قال لي خد ودي دول لشهيرة. الظاهر ان انت ما كنتيش عليه. فهمني فيه يا عبيد، احنا برضو متربيين في الشركة الغم دي سوا. وانا عايز اقولك حاجة، اذا كان ضي طير رقبتي النهاردة فممكن جدا يطير رقبتك انت كمان بكرة، واللي حصل لي ممكن يحصل. مش انا شعيرة، اذا كنت انت طيبة فانا عامل حسابي بالمزورة واخد بالي من رقبتي كويس اوي. شوفي، عشان افهمك وافطمك، اول كلمة في السطر ان في شهود على كمال طعيمة شافوه بيحمل البضاعة من المخازن على عربية نص نقل وخلع بيها. معقولة يكون كمال هو؟ ما تقولي ليش انك ما تعرفيش. اللي فات ده شهيرة اول هام، تاني هام بقى ان الباشا بتاعنا عنده اثباتات انك موالسة في موضوع سرقة البطاريات الصيني، لان الورق العهدة اللي كان عندك وسلمتيه للسكرتارية ملعوب فيه. حلو. لا يا عبيد، اكيد في غلط. انا عشان العشرة اللي بيننا جاي اقولك الصح. شوفي مصلحتك يا شهيرة، شوفي مصلحتك واظبطي بوصلتك عليها، ما تدخليش نفسك في متاهة مش عارفة هتوديكي لغاية فين. خدي بالك، ضيا بيه مستني منك تعملي بأصلك معاه، فاقضي على فضنك. العشرة ما تكونش غير على ابن الحرام، فاهم؟ وبعدين انت من الاخر بقى ما فيش قدامك غير حاجة من الاتنين، يا تعملي بأصلك معاه يا اما هو هيقل بأصله معاكي. انت بتهددني يا عبيد؟ لا 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 يا شيخة، تفي من بقك. بهددك ايه؟ ايه شهيرة، ده انت زمل وعشرة عمر واكلين مع بعض عيش وملي. حكاية مفيدة ان انا بس بنبهك عشان ما ترجعيش تلومي عليا لو حصل اي حاجة. غلطت شنو؟ طيب كده كله تمام يا ثروت بيه، انا بالشكل ده مهمتي انتهت. يا ريت بعد اذن حضرتك بقى عشان امشي. انا امشي. انت بتكلمني انا؟ بكلمك يعني. انا كده اوكي يعني. انت ليه الان ليه محسسني ان احنا بنتعامل في محل كرش؟ الله 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 الله، ايه الكلام السخن ده يا ثروت بيه؟ سعادتك ادي البضاعه كلها وصلت ودخلت مخازن حضرتك، يعني انا كده دور انتهى. ليه بقى حضرتك مأجلني؟ سلمتك سلمني. بتكلمني انا؟ كله تمام. كله تمام يا باشا، كل الكراتين نزلت وكله تمام، العدد تمام ومفيش لا تالف ولا كسر غير هما يا دوبك بس خمس قطع لا اكتر لا اقل. يعني فيها صبر خمس حتت تلفين. ايوه يا باشا، خمس حتت تلفين، ودول في حد ذاتهم يعطلوا الدنيا واللي فيها. قلتش انا حاجه من عندي؟ سعاده الباشا، الخمس قطع دول انا عامل حسابهم كويس قوي. يعني كده كله وصلك تمام تمام.
خلص في دول يا صبري. ماشي يا باشا. قفل البضاعة. يدوم. قفل المخزن وبحصلني. ماشي يا باشا يدوم. اسمع يا كيمو، أنا مش عايزك تبقى مزمزم، فلوسك هتاخدها. كل اللي احنا هنعمله إن أنا وأنت هنروح المحل، هنقعد على المكتب، نشرب أحلى فنجانين قهوة، تاخد فلوسك وفوقهم بوستين. طب وليه ده كله؟ ما نخلي الفلوس والبوستين هنا أصرف بيه ونخلص يعني. يعني لسه مزمزق برضه. بص يا ابن عمي، البضاعة موجودة، ممكن نطلعها من المخزن ونخلص من القصة دي. لا أنا شفتك ولا أنت شفتني. قلت إيه؟ نشرب القهوة. يعني عايز تقولي لي انكم متخاصمين مع بعض؟ هي جميلة زعلتك في حاجة ولا ايه؟ مش بالظبط كده يعني، بس هو اللي حصل. بليز يا مستر عاصم، انا فعلا مش عايزة اتكلم في الموضوع ده، وكل اللي اقدر اقوله لك ان جميلة ليها اسلوب مستفز كده في التعامل انا مش بحبه ومش بعرف اتعامل معاها بيه. وبعدين هي بتتعامل كده ليه؟ انا ولا شغالة عندها ولا جزء من املاكها ولا املاك السيد الوالد. وبعدين يا ريت يعني حضرتك ما تضايقش من كلامي او اكون زعلتك او حاجة. لا 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 خالص، كلامك انا فاهمه كويس جدا. وليه نروح بعيد؟ انت نفس حالتي معاها بالظبط، تخيلي. معقول؟ معقول تكون جميله عملت حاجه ضايقتك؟ طب ازاي يعني؟ انت مستغربه قوي كده ليه؟ عشان جميله اتخانقت معايا بسببك وخصمتني كمان، وكانت هتوقعني من على سلام الفيلا عندها تنكسر رقبتي. وجميله قادره وتعملها. انت ما تعرفش جميله، انا اعرفها كويس قوي. لو ما كنتش تعرف انا ممكن اعرفها لك. انت قلتي انها اتخانقت معاكي بسببي؟ بسببي انا؟ مفكره اني انك ايه؟ اني معجبه بيك وبجري وراك واني في حاجه ما بيننا، وده طبعا تخاريف ومش حقيقي. احنا اللي بينا شغل وبس. طبعا. أنا عمري ما فكرت في الكلام الفارغ ده، رغم إنك قمر. أشكرك يا مستر عاصم. لا شكرا على واجب. تعرفي جميلة دي عبقرية. اشمعنى؟ يعني نبهتني على حاجة أنا ما كنتش واخد بالي منها. حسستني إني جاهل قوي. انت حلوه قوي وعجباني قوي. طب لو سمحت يا مستر عاصم، خلينا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه لو سمحت. يعني ليه؟ انت خايفه مني؟ يارا يلا يا ماما، ورانا شغل مستعجلين. حاضر انا جاهزه حالا. سوري يا مسي وعاصم، انا اسف طبعا، بس انت عارف ان المهمه مستعجله. انا عارف ان انا طبعا قطعت حبل افكار حضرتك. تمر حاجه ثانيه. امشي. حاضر. امشي. حبك يا عرابي. ايوه يا فندم. ادخل. ايوه يا فندم، مع حضرتك. ثانيه واحده يا فندم، انا مش قبل كده حذرتك ان انت ما تهوبش ناحيه المكتب؟ في ايه؟ انت ليه واخداني كده على مش امي؟ ده انا جاي امسي عليكي واعتذر لك عشان الكلمتين الحمضانين اللي انا قلتهم لك وانا ماشي، واكتشفت ان انا اتسرعت يعني. طب يا فندم هرجع اكلم حضرتك تاني. مع السلامه. مع السلامه. ومين اللي كان على التليفون؟ وانت مالك؟ هو انت جاي تتصالح ولا جاي تحشر نفسك في اللي مالكش فيه؟ في ايه يا ست انت؟ يلا ما تتعصبيش كده، ده انا اهو
جاي رافع الرايه البيضة. وبعدين بصراحة كده أنا لما قعدت بيني وبين نفسي اكتشفت إن في حاجة تانية اسمها الاتفاق أحسن من الخناق، وزي ما بيقولوا الصلح خير. برضو عسل موسى. روكا شحتة. ازيك يا شحتة؟ ازيك يا روكا؟ خير. بقول لك ايه، العربية دي تلزمني. شحتة، العربية دي بتاع زبون غالي عليا يا شحتة. جرا يا روكا، ده انت ابو المفهومية، انا ولا زبون؟ اتفضل يا باشا. حقك يا عم كمال، وفي بوسه زي ما وعدتك. ما تزعلش. قد ايه دول؟ ما تعدهم. هو حد منعك ولا ماسك ايديك ولا جيب لك شويه دوره تعد عليهم؟ قد ايه دول يا سراد بيه؟ ما قلنا يا ابني دول حقك. هي صوره 225,000 جنيه. ارتاح. بس كده يبقوا دول نص المبلغ اللي اتفقنا عليه. انا حلفت وتعهدت ان انا اديك حقك، وده حقك نص المبلغ، اما النص التاني فبتاع شركتك ما دامش خير. يعني ايه الكلام ده؟ انا اللي اتفقت معاك على العمليه، يعني المفروض انا اللي اقبض كل الفلوس، انما الكلام اللي ساعتك بتقول عليه ده لا، كلام معرفوش خالص. انا ايش ضمني ان انت لما تاخد الفلوس هتدي لشريكتك حقها؟ وانت مال سعادتك؟ قدها نص المبلغ، قدها ربع المبلغ، قدها تلت، قدها خمس، قدها عشر، ما قدهاش حاجه خالص. انا حر، دي حاجه تخصني انا، ما تخصكش انت خالص. لا يا حبيبي، ما عادش تخصك انت لوحدك، بقت تخصني انا كمان. لان لو افترضنا ان انا اديتك المبلغ كله وانت لهفت نصه وما اديتش لشريكتك بقيت النص التاني، ساعتها ممكن ايه اللي يحصل؟ هتقل بعقلها وتروح تبلغ. انا اللي هنضر. انا اللي ايه يا صبري؟ انت اللي هتنضر يا باشا. وانت عارف ان البضاعه دي ملطوطه وريحتها فايحه، عشان كده من حقي ان انا ادي لها حقها. من حقي ايه يا صبري؟ من حقك يا باشا انك تدي لها حقها. اسمع، بقول لك انت هو انا من الاول وانا فاهم حركاتك كويس قوي، لكن بقول لك ايه، انا لا يمكن اسيب حقي حتى لو اضطريت ان انا اعمل اي حاجه. اسمع يالا، حاسب اوعى تغلط، لان ممكن اخليك تندم على اي كلمه تقولها ما تعجبنيش. هطلع الطبنجه واطخ طلقتين. ما تهمنيش النتائج. بس انت كده بتاكل حقي، بتغير الاتفاق اللي بيني وبينك. حق شريكتك في الحفظ والصون حبيت تيجي تاخده اهلا وسهلا، ما حبيتوش تبقى وفرت. تبقى ايه يا صبري؟ وفرت يا باشا. اسمع يا عبد، لو الشيطان لعب في دماغك يمين شمال فوق تحت وقال لك تعمل شغل حل حوش مقلب حراميه، انت اللي سارق وانت اللي بايع، وانا حيالله اتضحك عليه وخدت بضاعه ملطوطه. عشان كده لازم تحسبها الف مره. لازم يعمل ايه يا صبري؟ يحسبها الف مره يا باشا. انت يا ابني شغلتك محاسب؟ طب ما تحاسب. يلا يلا يا دوم بقى، قوم يا قوم، يلا خد دول في حضنك كده واتكل على الله على بلدك. كيمو، تحياتي الشهيرة. صبري. ايه يا باشا؟ اوعى نكون ظلمناه. لا يا باشا، ظلمناه ايه؟ ده انت اديت له حقه وفوق البوسه كمان. فيها بوسه؟ ايوه يا باشا. الحمد لله، ربنا يطمن قلبك يا صبري. الحمد لله. عمولتك ايه؟ دول 20%؟ لا دول 10%، عشان لسه لازم اسدد بس العوض اتكلف الاول. طب وال واللي ايه يا لميا؟ ال 10% التانيين ما تقلقيش هيجولك قريب. لا انا ما اقصدش كده، انا اقصد هننزل نجيب الشبكه امتى؟
مش احنا امبارح واحنا خارجين من مكتب فريد حشيش اتفقنا على كده؟ ولا هو كلام الليل مدهون بزبده وقلت ترضيني بكلمتين لغايه لما تاخد الشيك وتطير؟ يا لم يا ربنا خلق الدنيا في ست ايام، يعني بالراحه عليا شويه واحده واحده. ها خليني اخلص المشاكل اللي عندي الاول وبعد كده نبقى نشوف. انا ماليش دعوه بمشاكلك يا عاصم، الاتفاق اتفاق. ولا انت عايز تخلع؟ اخلع اخلع؟ هو احنا ارتبطنا عشان اخلع يا لميا؟ انا مش مصدقك. امال بعدين هتعملي فيا ايه؟ لا بقولك ايه، اسلوبك ده خلاص ما بقاش ينفعني. كل شويه مش عاجبك تصرفاتي، مطلعاني كذاب، مطلعاني من 60 في 70. خدي خدي يا لميا اهم بقيت فلوسي كده، انا مش مديون لك باي حاجه، مالكيش حاجه عندي. سلام يا لميا. برضه هتزعل يا عاصم؟ عاصم عاصم الو يا دولي، كلمتي في وقتك والله. انت فين؟ بص انا هوصل الميدان اللي بيدخلك على الشركه. انا لسه خارجه من الشركه دلوقتي اهو. انا همشي على مهلي، على ما انا اوصل الميدان تكون انت كمان وصلت. اتفقنا؟ طب يلا، بس المهم ما تتاخرش عليا. باي. كمونيه ما تيلا يا اسطى بقى، ولا احنا هننام في ام الموقف ده؟ ما تيلا بينا. ايوه جاي. انت شايفاني ساكت؟ ما انا بند اهو وصوتي اتنبح. طب يلا الله يبارك لك. ايوه يا استاذ كمونيه. انت فتحت دوله في موضوع المشروع بتاعك ولا لا؟ وبعدين يعني انا شايفه ان هي اليومين دول الحياه معاها بشبشه، فلو قلت لها مش هتقول لك لا، وبالذات انت مش هتبخل عليك. فتحتها في الموضوع قالت لي اجيب لك منين؟ يعني نجيب لك منين يعني؟ ما هي اصلا بعضمة لسانها قالت ان هي. ايه ده؟ انت شفتيها قريب ولا ايه؟ لا يعني شفتها، وانا كنت حاسه ان ربنا يعني فارجها عليها وكده. وبعدين واضح ان انا خمنت غلط. وبعدين يا لبنى، انت ليه مش عايزه تتكلمي معاها في موضوعنا؟ احنا كده طولنا قوي. يا اما انك كلمتيها ولا خليتيني اكلمها. اصبر شويه اصبر شويه، عشان احنا لو فتحنا الموضوع ده دلوقتي هنعمل مشكله. وانا مش عايزه اختك تقول لي بقى انت لفيتي على اخويا من ورايا والكلام ده، وانت عانس ومش عانس. انا مش عايزه اسمع كل الكلام ده. وبعدين انا مش عايزه اعمل مشكله بينك وبين امك واختك، ولو خسرتهم عشان خاطري هتفضل طول عمرك ندمان. انا مش عايزه كده. وبرضه هعيش عمري كله متعذب لو بعدت عنك. انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. مش عايزك بقى تشيلي هم انك اكبر مني بسنتين والحاجات دي. عادي يعني، الموضوع بسيط. هو مين اصلا جاب سيره السن دلوقتي؟ ها مش انت اللي بتقولي انك عانس يا وليه؟ عانس في عينك. اسكت. العربيه بايظه يا سيادنا، انزلوا مش طالع. والله العظيم شفت الفيل. يلا فقري يلا. ما تلاقيش هتجوزك هتجوزك. يلا يلا هات ايدك. اوبا خد ايدي يا ابني. اتفضل يا سيدي. قولي انا مش عارف اشكرك ازاي. انتي اكتر حد واقف جنبي. انا حاسس انك متبنياني. يعني حاجه زي كده. المشوار اللي انتي عايزه تيجي معايا فيه ده مشوار رزل ومتعب يا سيدي. تعبك راح. انا عارف ان تعبي راح. طالما انتي عارفه انه متعب، مصره ليه انك تيجي؟ انا مش فاهم. انا نفسي كاره المشوار ده، مش عايزه اشوف سي زفت ده. اولا انا مش حابه ان انت تروح لوحدك وتقابل بني ادمين زي دول. ثانيا بقى انا مبسوطه وعايزه ابقى معاك. ده يضايقك؟ لا ما يضايقنيش، بالعكس تماما. انا بس مش عايزك تشوفي الاشكال دي، بالذات ان انا رايح اسدد الدفعه دي بالفلوس اللي انت مدياني. هيبقى لسه متبقي عليها، ممكن يعمل لي فيلم على الموضوع ده، وانا مش حابب انك تبقي موجوده في موقف زي ده. بص بقى، احنا على الحلوة والمرة مع بعض. وبعدين احنا مش قلنا ان انا صبيك يا معلم؟ جرى ايه؟ عندك حاجة تانية تقدر تعترض عليها؟ لا.
انت عارف يا ضي احنا بقالنا قد ايه ما تعشناش عشوة حلوة وقعدنا مع بعض؟ شغل الشغل في الرياض اهم من القعدة والحواديت بتاعتك دي. ايه يا ضي؟ هو انت مستخسر فيها كلمة حلوة من باب حتى المجاملة يا اخي، ولا هي ناس وناس؟ على فكرة انا هطلع بكرة من الشغل على السفر على طول، عندي سفرية كده صغيرة يبينوا حاجة. واحنا لحقنا فين ان شاء الله؟ ومن امتى بتسأليني وتحققي معايا؟ في موضوع مهم، اخواتي عايزين يبيعوا نصيبهم في شقة مصر الجديدة، يعني محتاجين الفلوس، كانوا عايزين يعرفوا اذا انا ممكن اشتري ولا لا. وانا مالي ومال الموضوع؟ ايه الكلام ده؟ دي ورثي من امي وابويا، عيب لما تطلع لحد غريب، وبعدين انا مرات ضيع فرحات ما ينفعش اقول معيش فلوس. راضية راضية. ايوه يا بيه. طلعت العشا جميلة؟ دي ما رضتش تفتح الباب. قلت لها انا عايز اتكلم معاها. اصلا يعني كده مش عايز رغي. ودي لها العشا وانا هاجي اتكلم معاها، ما نشوف اخرة الحكاية دي ايه. يا عم انا راجل بتاع كله وبشتغل في كله، اوعى تبص للهلومة اللي قدامك دي، بكل دي دايرة في السوق. طب ده انا بدور على الجنين النصاب دي عشان انجز، ما بالك بقى بتلات بواكي. استغفر الله العظيم يا رب يا حاج، ما انا قلت لك هجيبهم لك كلها يومين، انا لولا الظروف بس. يا عم عوض، مش معقول الكلام اللي انت بتقوله ده، يعني معقولة عايز تفهمني ان شغلك كله واقف على 3000 جنيه؟ طب دي حتى عيبة، ده انت عم عوض الكلاف. اه رغم الهلومة اللي انت شايفاها دي، تصدقي يا استاذة باللي خلقك اني مديون. اوعي يعني تفتكري ان تحت القبة شيخ ولا ورا الحيطة زيطة. طب ده انا عندي بضاعة مرمية في المينا بسبب الجمرك والظلمة اللي مقدرينه عليا، 370,000 جنيه، ومن ساعتها انا قاعد احبق من هنا واجيب من هنا والم من هنا عشان اوفر فاتورة الجمرك واخلص البضاعة اللي خللت هنا. وبعدين يا عم عاصم الراجل بيتربط من لسانه، واحنا اتفقنا اتفاق ولازم ينفذ من غير اعذار. وانت تحمد ربنا ان انا قصدت لك الدين اللي عليك، انا غيري ما يعملش كده، مع انك ليك دقات نقص كتير معايا. وعلى رأي المثل لو كنت نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقر. بعدين ما تنساش ان انت خلتني ادفع 150,000 جنيه للبيت بتاعت الدعاية والاعلان عشان تعمل لي شوية اعلانات لمحلات الكهرباء، واتضح ان انت دفعت 15,000 بس. رأيها يا حاج؟ في ايه يا حاج؟ انا هنقعد اقلب في الماضي ولا ايه؟ ما انا قلت لك البت دي كدابة وممكن اوريك العادة اللي انا مضيعها عليه. خلينا بقى في الموضوع بتاعنا. خلاص انا مش هتكلم قدام اللي معاك، همسك لساني احتراما لست البنات. هو انت اتجوزت اليومين اللي فاتوا ولا ايه؟ اتجوزت منين؟ دي دولي على دماغنا من فوق ست الدولي. بس فهمني، خطيبتك، مراتك، بنت عمك، اختك؟ بنت عمي، مخطوبين من قريب، ربنا يكرم. اه كده فهمت، نورتينا يا دكتورة، بس برضو ما وصلناش لحاجة. يا عم عوض انا اللي ملزمة قدامك دلوقتي ببقية الفلوس بال3000 جنيه دول، والكلمة دي سيف على رقبتي. يعني انا ملياش دعوة بيه وانتي ملزمة قدامي وشايلة الليلة كلها لوحدك؟ استنى يا حاج. استنى يا عاصم. ايوه يا حاج انا اللي ملزمة بالكلام اللي انا بقوله لك، وياريت بقى ما تجيش ناحية الاستاذ عاصم خالص لغاية ما ميعاد الدفعة التانية يجي. 10/10 وانا ختمت لك الطلب بتاعك وحطيت لك عليه كمان ورقة الدم ده. دم خفيف والله يا حاج عوض. الحاج دمه خفيف فعلا، مع ناس وناس. قصده يقول لك انك ما شفتنيش وانا دمي تقيل. ياهو ببقى رز الرزالة. انت بتهددها وانا قاعد يا حاج ولا ايه؟ يا سيدي لا سمح الله حقك علينا، بس انا عايز اقول لك اللوكلوك والكلام الكتير وفض المجالس لا ده ما ينفعش معايا. انت الضمه والمسؤوله قدامي، يعني لو جه يوم الحساب وقصرتي معايا انا هزعل. وهو يقول لك بقى انا زعل شكله ايه؟ لا 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 دي زودتها خالص،
انا خلاص هيك واضح ان البيت غلط غلط. اهدى بس اهدى ما تحرقش دمك. اهدي دي مش عايزه تفهم حاجه خالص. وبعدين ايه الجراءه والبجاحه الزياده دي؟ ايه اللي تعب صحيح؟ خف على البنت شويه، دي بنتك برضو في الاخر يا ضياء. في ايه؟ ده انا بقول لها هتتعامل واحد زي الزفت اللي اسمه عاصم المنسي، لا ترد عليا تقول لي ايه؟ مش انت اللي هتتجوز عشان تعرف كنت هتعب معاه ولا لا؟ ايه السخافه دي؟ انا كمان تعبت. ايه الحل؟ الحقوني. ايه ده؟ فين؟ انت ماما معاك حلوه يا جميله. جميله ماما ايه فين؟ جميله جميله شربت ايه؟ شربت ولا حبوب دي؟ جميله يا ضياء الحق. رد عليا جميل. أنا مش فاهم مدخلة نفسك في الموضوع ده ليه؟ ليه تقعدي معاه وتقولي لك ملزومة بالفلوس؟ خايف عليا؟ أنا خايف عليكي بس شكلي كان يعني. أنا كمان بخاف عليك عشان كده صدرت نفسي. أنا فداك يا عاصي، صدقني أنا هعرف أتصرف وان شاء الله كل حاجة هتتحل. طب هتقولي وشكلي وانت قاعدة معاه وبتتفقي معاه وانا قاعد يعني اولا كيس جوافة يعني. فاشر، اولا انت سيد الناس، وبعدين انا بتكلم عن لسانك عشان اشيل من دماغك اي صداع في المواضيع دي. انا عايزاك تبقى برنس تقعد رجل على رجل كده ومستريح على الاخر. وبعدين مش احنا اتفقنا ان انا الصبي بتاعك؟ خلاص بقى خلي الصبي بتاعك هو اللي يعمل اللازم. ماشي